المحامية سارة دعي تاريخ حافل بالعطاء والإنجازات، ولدت بالكويت بالمنطقة الوسطى، وهو موقع سوق لدعي القديم. استكملت دراستها بالمنطقة القبلية للبنات في بداية الخمسينيات، ثم واصلت دراستها في جامعة القاهرة كلية العلوم عام 1968. وبعد التخرج تقلدت العديد من المناصب الحكومية، فكانت أول كويتية تعمل في مجلس الوزراء، وعملت في إدارة الفتوى والتشريع لمدة 7 سنوات، ثم انتقلت بعد ذلك إلى إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل. وبعد 7 سنوات من العمل تقاعدت وأنشأت مكتب المحاماة الخاص فيها، وهنا بدأ مشوار جديد من محطة جديدة من حياتها. بدأت تزاول مهنة المحاماة وتكون قريبة من الناس بمختلف طوائفها وفئاتها. أحبت الشعر فكتبت الشعر، لها من القصائد ما تم نشره في مجلة الرسالة، ولها من الأولاد 2 يعملان بالمحاماة، هشام وعبد الله، فكانت إيه سارة المحامية، سارة الأم، سارة ربة البيت، علمتهم اللي تعلمته من أمهاتنا قبل، الأخلاق، حسن التصرف، إدارة شؤون البيت. سارة شخصية كويتية حتى النخاع، من حيث تمسكها بالعادات القديمة التراثية الكويتية واللهجة الكويتية والمفردة القديمة. خاضت مجال الإعلام فقدمت لنا برنامجين من ذر الذكريات ويا حي الله من يانا، من خلال برامجها أعطتنا في كل حلقة درس. سارة دعي بحر كثر ما تغوص فيه ما يخلص من عطاءاته وإنجازاته. يا حلوة شم هشام ويا حلو سوالفك، حياك الله معانا اليوم في برنامج عسي. المحامية سارة لدعيج أم هشام، نرحب فيك ونقول لك يسعد مساك معنا اليوم، نتشرف فيك في عسيف. وأنا شيء يسعدني ويشرفني إني أكون اليوم في تلفزيون الـ ATV بعد قلبي، وطبعا نورتينا. صادق احنا ما صارنا وايد ترى من حاطين ان اي تي في كانت العداله سابقا، طبعا والصراحه يعني وجودك بيننا اكيد راح يثرينا وراح نسولف سوالف اكيد بعده امور. في البدايه ابي اقول خلينا نتكلم نرجع شويه للطفوله. يعني انا اللي اعرفه عن حضرتك انه ما شاء الله ربيتي في بيت يعني عطاك ايضا دروس، يعني ما كنتي بس المرأة اللي هي ما عندها مسؤوليات أو ما عندها هذا التحمل، فيمكن هذا اللي عطاك مدى عقب من تالي تصيرين يعني بهذه القوة بهذا الثبات. شوفي، أولا أحييكم وأحيي البرنامج وأحيي إدارة البرنامج كلها والإدارة التلفزيون، لأنها فعلا قاعدة يعني تضيف وقاعدة تستضيف أشخاص قاعدين يعطونا ويوعونا ويبينون في كل مجال شغلاتهم وشيء يفيد المجتمع، فهذا شيء يعني أنتم تشكرون عليه. بالنسبة لي إذا كنت أنا طلعت من بيت مثل ما تقولين إنه كان مثلا يعني علمني شلون أمشي وأسير في الحياة، فهذا مو البيت كثر ما هو الشخص يعتمد. ساعات الظروف تضر وساعات بعض الظروف تفيد، فإذا كانت ظروفك أنت في البداية أنك لازم مثلا، خلي أنا أقيس علشان يمكن الفكرة هذه ما يعني ما توصل للمشاهد، فخليني أنا أشرحها. أن الواحد لما يكون مثلا في ظرف أن يعني يشوف أمه ويشوف يعني وهو يعني مثلا هي المثل الأعلى، ويشوف أن هذا لو سوى الشغل هذا هي راح تسعد، فهو شو يسوي؟ راح يستزيد، راح يدرس ويسعى في حالتي، يسعى انه يسعدها. في حالتي انا اني ادرس، كل ما جيت وشفت جاتي شفتها انها سعيده، اشوف اخوي سعيد، اشوف ان التنافس اللي يعني انا قاعده اتنافس مع اللي معاي موجودات في البيت، فاشوف انا نفسي يعني انت الفرحه في هالبيت ماشيه بالقدام، فهذا شيء يعني يعطيش دافع ويعطيش بوش علشان تصير. بس والله هشام مو الكل كذي، في ناس يعني ما يكترثون اللي خلينا نقول اسرتهم وفرحتهم في مثلا نجاح او في اجتهاد معين، لكن الله وفقك وكنت يمكن يعني تنتهزين بنمط سلوكي مميز وجميل. خلينا نرجع الى المدرسه القبليه اللي درستي فيها، تذكرينها؟ تذكرين الصفوف والزوايا والساحه؟ سولفي لنا. من ينساها يعني؟ هذه يعني القبليه ولجت فيها مثل ما يقولون، ولجت فيها وانا عمري كان 6 سنين،
فلما دخلت أول مو مثل أول الحين يودون الياهل وياخذ أمه وأبوه يقعدون معه أسبوع يودونه ويجيبونه ويبكي ويصرخوا له يقطوننا ونمشي ويمشون عنا فأنت معتمدة على نفسك. فأنا لما دخلت شفت نادي ما شفت مدرسة شفت يعني على زماننا أول بالخمسينات النادي هو حيلة ناس يلعبون حيلة ناس يلعبون طقوطمر ناس يلعبون مثلا صيدة مصيدة وأشياء كذي. فهنا الموضوع هذا ما اعتبرته مدرسة اعتبرته شيء يعني مبهر لعب أناسة فانبهرت فيه وحبيته وكانت المدرسة صبح وعصر فهذا خلاني يعني أني كل يوم أقوم من الصبح والله أذان الفير أذان الفير أحد يقعد حق المدرسة أذان الفير لا إله إلا الله. وعلى فكرة يعني إحنا رحتينا في موضوع أنه شلون ماما أنيسة أثرت فيك شلون إنه لما تجين أنت توقفين ويطق الجرس وبعدين تشوفين كل الناس راحوا في صفوفهم ووقفوا في عشان يروحون الصفوف فتلاقي نفسك بروحك وبعدين تيجي واحدة تقول لك ها حبيبتي وين أنت وكذي ايش اسمك فتعرف اسمك تروح توديش وتكتشفين أن هذه هي المدرسة مالتك. وعلى فكرة يعني المدرسات أول مو كل واحدة تدخل عليك واحدة تأخذك الصف كله درسك عربي إنجليزي دين كله فتكون هذه مربية مدرسة الفصل يعني درستك ماما أنيسة طبعا معانا الحين شوف الصورة الصورة هذا بذاك الوقت اللي كانت فيه بالتدريس بس على فكرة ما كانت ماما أنيسة أول كانت أنيسة يعني درستك كل المواد أول ابتدائي يعني إحنا نسميه بستان يعني بالأول ما دخلنا فكانت اسمها أنيسة جعفر بعدين عاد لما اشتغلت بالإعلام وتزوجت والله ما رزقها بس رزقها عيال الكويت كلهم صدقتي. فهذا يقولون جزاء اللي يسوي الإحسان هي فعلاً من تذكرين من زميلاتك أيام وايد الدراسة. والله أنا إذا بعد المدرسة القبلية ترى خرجت شخصيات وايد يعني وايد موجودين صحيح. يعني كانت موجودة معنا كانت فضل خالد بس يعني طبعاً من الصفوف الكبار إحنا كنا يعني بالابتدائي وهم كانوا بالمتوسط وبعدين يعني فكانوا يعني انا اخاف اعدد انسى وساعات انا لما اعدد في ناس يقولوا لي ليش عديتي فلانه وما خليتي فلانه فيعني هي تقول يعني هم في مدرستين طبعا لا ثلاث مدرسه مدارس اول مدرسه انشئت 36 كانت الوسطى وكان ذاك اليوم بعد والله انا قاعده اقرا الاسامي اللي ملتحقين فيها اسامي شخصيات في بعضهم الله يرحمه وفي بعضهم موجود يعني ما زالوا على الساحة وبعدين القبلية وبعدين جت الزهرة كنا الزهرة فهذول الثلاث المدارس اللي هم ضموا بنات الكويت اللي بالقبلية والمرقاب واللي منطقة الوسط وبشرق يعني أستاذة سارة يعني إحنا يعني باليمعات واللمات وكذي ما تشد تشوفينهم على يعني رفيجاتك اللي من المدرسه تشوفينهم ما زلت الى الان اشوفهم امجلهم تحيه اكيد انا شوفي ريحه القبليه اكيد اليوم فرحانين فيك هم وانت تشوفون شوفي شوفي الصداقه هذه الصداقه هي الصداقه العميقه الصداقه اللي ما فيها مصلحه يعني انا تصادقت معاهم من القبليه ورحنا المتوسط ورحنا الثانويه وبعدين رحنا القاهره سكرنا اربع سنين في بيت الطالبات يعني تقول هالاربع سنين هذه عمر هذه يعني الأربع سنين هذه شلون قربتنا كنا نلبس هدوم بعض كنا نطلع مع بعض كنا نمشي حق بعض اكيد احنا الدور الثاني كنا 17 وحده طلعتنا وحده ودخلتنا وحده ما شاء الله يعني شيء عالم تبارك بس مع الرحمن. هذا ما سقطنا ولا سنه لا اله الا الله انا بعد اللي عرفنا بالثانويه ما شاء الله يعني الله عطاك هذا الحظ الوافر يعني التقيتي في ما شاء الله يعني المرحوم الشيخ عبد الله وايضا بعد يعني جماعه عبد الله الجابر وقلدني ميداليه الصحافه موجوده عندي للحين حتى انا مساعة قاعده وين حطتها حطتها في طبعا في ستاند داخل يعني بالصاله اول ما تدخلين بالصاله اول ما حد يدخل يشوفها يعني فانا اعتز فيها لان هي شنو هي عباره عن تكريم للطالبه اللي كانت مهتمه بالجريده جريده الحائط في وقتها فكنت يعني احط من الاشعار هذا كنشاط نشاط وكل يوم اللي تبدل فشوفي لما الوحدة تدرس وتطلع الأشياء هذه فيعني كان نشاط بس أنا أقول ليش لأن ما عندنا شيء ثاني نسويه يعني لو عندنا الحين موبايل أول وشذي ما سوينا شيء يعني ما تلومين الجيل الحالي لا ما ألومه
أول شخص يقول لنا كذي صدقين؟ والله ما أعلم. يعني نظرتك حلوة تفاؤل. لأن إحنا كأمهات وكيدات انشغلنا عن حياتنا. انشغلتوا بالسوشيال ميديا والأجهزة والأمور هذه. بالضبط يعني شوف يعني من الأول كنت تكتب كنت تروح تزور تي الحين حتى الزيارة يعني ما تكيزل عنها. صحيح. السلام إيش اسمه شلونكم شخباركم يعني كلها مسجات. إيه بس الحين لأن هالوقت الحين ترى زادوا بالزوارات وزادوا بهالمواجيب ما هي مثل الأول. أول زوارة واحدة تلم الأولي والتالي صحيح. يوم واحد من الظهر لليل. الحين لا كل ما تميتي سويت لها حفلة كل ما تميتي سويت لها استقبال يعني صاروا وايد يعني يمكن لكثرتهم قلت الروحات يعني الحين الاستقبالات على بس أنا شايفتها خلال السنتين هذه شوية خفت يعني من سنتين قبل كانوا في كل مناسبة يسوونها وأنا مستغربة يعني هذه مثل ما تقولين عيب اجتماعي أو شيء إنش أنت تسوين ما شاء الله بيوتنا قصور مثل ما تقولين فلما تين تزورين أو تسوين زيارة أو تسوين استقبال وين تسوين مثلا والدة خذت لها غرفة 4000 دينار عشان تسوي ليش ما تسوي بالبيت طب والبيت ايش فيه البيت ايش فيه بيوتنا ايش فيها صح. احلى من بيوتنا حتى الحين انا استغربت يعني حتى انا كنت مسافره وقت المطر لما طق المطر وقاموا الناس يتصايحون ويصرخون وايش دعوة صار انتم قاعدين في مصفحات مو بيوت بس ترى هو احنا بكل موقف يصير لنا بالكويت معروفين احنا الشعب الكويتي نهول. ان نسوي للشيء جيمته يعني نستعد كل بنا في ناس فغاره يعني غرقت بيوتهم سراديب معينه سرداب غرق يصعد فوق الدور ما يخالف حتى ما خلوكم انا مو موجوده يا ريت كنت موجوده ما خلو الناس الموجودين يستمتعون والله يستمتعون بالمطر احنا اول لما اكثر من مطر اول واكثر من بيوت اول الطين لما تي مطره حتى لو خفيفه هبدت الارض صحيح. هبدت الطوفه وهبدت السقف على الناس ويقومون وش يقولون طق يا مطر طق بيتنا جديد مرزان حديد, حديد. طق والله ما نخاف منك يا مطر طق والله ما نخاف ما فيك اي خطر فالمطر ما في خطر المطر في اول كنا لما يطق المطر كنا نراكب بالحوش صحيح ونستانس ونتبارك ومع هذا يهدم وينزل البيوت ويروح خطر بخطر يعني في النهايه هذا مطر خير يعني خطر بخطر يعني خلنا ناخذك شويه الى يعني مجلس الوزراء انطلاقتك خلينا نقول الاساسيه وتقلتي مناصب عديده في ذيك السنه سولفي لنا عنها شوف انا لما جيت طبعا مو مثل الحين انا لو بتحكي عن اول شلون نشتغل اخاف انهم يحترون اللي الحين موجودين اللي يقعدون في البيوت يوم سنة وسنتين وثلاث علشان يلاقون وظيفة. أول تين تروحين ديوان الموظفين يقول لك رئيس الديوان الله يذكره بالخير الله يرحمه. المحامي المهم. عن ذكرى. المهم كان يقول لنا تبون هذا ولا هذه الوظيفة ولا هذه الوظيفة الوزارة هذه تبي كذي تبي كذي يخيرونكم التخيير والله عز. أي مكان تبي تخيير فأنا لما يخيرني أستاذ حمد العيسى ذكرت فعلا أستاذ يعني الله يرحمه إن شاء الله فلما يخيرني فقلت له والله أنا سامعة أن الشيخ يابر أحمد كان وقتها ولي عهد كان قاعد يكون ديوان سماه ديوان ولي العهد فقلت له انا ابي هناك كان يقول لي انا بحول ملفك مجلس الوزراء ومجلس الوزراء فيه المناقصات المركزيه فيه الامانه العامه فيه الفتوى والتشريع فيه ديوان ولي العهد وهم يتصرفون فلما رحت عند عبد العزيز العتيبي امين عام مجلس الوزراء قلت له قال لي اوديش المناقصات الحين اوديش الفتوى الحين اوديش الامانه عندنا هني الحين قلت له لا انا ابي الديوان ولي العهد لا ديوان ولي العهد لا هي بس طموحه اي لا يعني انا ما اقدر اوديك إيه؟ انا خليني اعطيني يومين استاذن الشيخ يابر لانه قاعد ينقي انا اعطيني يومين والله بس يعني ما قلتي ان فيها صعوبه ان بذاك الوقت حمل المراه يعني ما كان لها ذاك الدور اللي تحط كذي يعني قالوا لي ان باحثه قانونيه في ديوان ولي العهد فالمهم عطيته يومين خذيت تليفوني عقب يومين داقلي قال لي الشيخ يابر يرحب فيك ما شاء الله تبارك الله الله يرحمه ودخلت دخلت
خلي أقول لك التاريخ 1/9/68. ما شاء الله تاريخ مميز. هذا أول يوم دوام لك؟ أول دوام. زين على طاري أول يوم دوام لك. نعم. إذا تذكرين. إيه. سمعنا قصة ولا من؟ إيه. يوم دشيتي المكتب وبديتي تنفضين. أسكت. نبي نعرف السالفة عاد. خلينا أنا أقول لك قبلها إيه بشوية. فظهر إن الموظفين يعني ما في ولا واحدة. أنا أول امرأة على مجلس الوزراء. فالظاهر إن الموظفين يعني جايهم خبر إن في راح تداوم 1/9 وكذي في موظفة وكذي. فلما دخلت أطالع شبابيك داير مدار الرياض طاير طلون. منو هال موجودة بينهم فجأة هالجسم الغريب اللي داخل يعني. المهم أنا دخلت تمينا يعني يوم يومين ثلاثة أسبوع كذي كنت بسكر الشباك. البرده كانت موجوده فكنت بسكر الشباك ولا طبعا انا يعني الحين ذاك النوبه قاعدين يقولون على البزق وما بزق وكذي وانه وعدوا وانه لازم تروحون وانا بحياتي اشوفه من بعيد انحاش يعني قولي لي عقرب حيه اي شيء والله العظيم ما اخاف منها بس براسي سويت هالشكل ولا يطب بوم والله اطالع كذي والله العظيم لا لا بروش هذا عاد اول يوم ما هو اليوم عاد خرعه لا واصرخ لك هذيك الصرخه والله العظيم هذا حتى اعتقد انه يقول هذه حق ابنها بلشتيهم المهم والله يعني كان موقف وايد محرج يوم التنظيف العالمي عشان ما تتكرر بعد مره ثانيه ان شاء الله اي لا والله الصراحه لا تعرفين اول ديوان كسر السيف اول كان مبنى اقدم مبنى بالكويت يعني صادقه فيها الاشياء هذه يعني موجوده واحنا طبعا اكيد من بين المواضيع ما يصير عاد ننسى سوق بندعي يعني بعد يعني اكيد نبي نسولف عنه ونبي نعرف شو المميز اللي فيه يعني كسوق يعني شوفي سوق دعي الله حباب ميزه مثل ما يقولون مو علشان انا بنت دعي بس هو الله حباب ميزه صار بمنطقة الوسط فلما تكونين المرقاب مني وجبلة مني وشرق مني وين يقعدون وين يتقابلون بهذه المنطقة هذه والمنطقة هذه كانت سوق فهذا بيحتاج لي فتلاقينهم اللي جاي من جبلة واللي جاي من شرق حتى ترى على فكرة يعني من كثر ما كان شرق بلد ثانية ترى ها أول شرق بلد من هي يعني كل واحد ما في سيارة صدقتي. الواحد يمشي على ريلة فإذا عنده حاجة وكذي يمكن عقب شهر شهرين يلا يروح جبلة مثلاً صحيح. أو ست أشهر أو كذي فتلاقي بعض المفردات تختلف صح. يعني مثلاً أهل شرق يقولون ملاس صح. يقولون مثلاً الشكر والشكر شكر وشكر صحيح. فلما منو اللي خلطهم سوق دعي السوق السوق فيون وذي خصوصاً في رمضان هو الملاس شو اسمه عيل ملاس وملاس انت هو ملاس اول فتحه والكسر اي 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 الفرقيه هم يقولون ملاس هو ملاس اول مره الجبله وكذي والوسط والمرقاب ملاس يقولون احنا كنا عندنا فيديو مجهزينه عن السوق زين عدل يلا نشوفه خلينا نشوفه سوق دعي يعتبر من اقدم الاسواق في الكويت واشهرها انشاه السيد محمد لدعي عام 1875 وكان مكانه داخل المدينة يحتوي سوق لدعي على مجموعة من المتاجر الصغيرة المزدحمة بالمرة لبيع الأقمشة كما تحيط به غالبية الأسواق القديمة والحديثة أقام السيد محمد لدعي رحمة الله عليه سبيل الماء في السوق ليشرب الناس دون مقابل ويوجد في السوق منازل خاصة بعائلة آل لدعي هذا غير احنا بالفتحة وقبل نتناقش طبعا على الشكر والشكر بندعي قاعد نشوف السوق كنا وقاعد نتحكى انه يعني شلون بين الفرقيه الحكي والمفردات قبل بين الفتحه والكسره شلون تطلع الفرقيه بعض يعني المفردات تلاقي الاوادم الحين ضايعين عبالهم اللي يقول كذي عبالهم انه بدليه الحين جتنا مفردات من خارج البلد يعني من كثر ما الدنيا انفتحت والكلام هذا كله فاقول لك بالنسبه لسوق دعي سوق دعي يعني هو طبعا اول شيء البيت لما يو يداني من نجد او كذي تعال هذا وبعدين سوى يدي سوى السوق حط في سبيل فهذا اللي اعطى اهميه ان اول لان لو الواحد يرجع للخلف قليلا ان كانوا اول يجون اهل الباديه وكان باب السور كان مسكر فيقعدون لحد الصبح عشان يفتح الباب عشان يفتح الباب ومو مو كل مره متوفر الماي صحيح فالماي بالنسبه للكويت
هو الذهب، هو الألماس، صحيح. هو يعني تعطينا لدرجة أنه هو بالسوق كان أول يسمونه سوق الماي، أيه. كان فيه قزاي مثل القراش، أيه. على هالكبر تنباع على آنتين، وآنتين يعني أول مبلغ يعني وكذا مبلغ يعني إيه، صحيح. فلما يجي واحد يحط لك ماي سبيل كذي مثل حبين، أيه. ويحط عليهم صبي يعني ينظفهم ويترسهم أشياء كذي، أيه. ويجون الناس يشربون منهم، أيه. يتبردون، يجون هذول أهل البادية كانوا يبون بضاعتهم وين بالصفات، أيه. ها فيحطون اليقط والدهن العداني واليراد والأشياء والشير اللي ينتفونها، أيه. والكرب اللي يجيبونها علشان الناس يشبون فيها، صحيح. هي السيئة. فوقت الظهر وين يروحون؟ متوم من العطش ومن الحر، إيه؟ فيون هني تحت السبيل في له مثل المظلة وكذي، ويقعدون يشربون يتريضون، إيه؟ ويمشون. فهم في طبعا هي إيه الفكرة، فكرة مثل ما تقولين فكرة خيرة، إيه من بدايتها فكرة خيرة، صحيح. بس ناس قاعدين يقولون إنه لا هو من ذكاء، لأن شلون يجيب الناس يستقطبهم بالشكل، يستقطبهم بالماء، إيه عاد الناس كل من يقول يشربون ماء يشترون من السوق تمر على عيش على، هي تقريبا مبادله، هذه الثقافه إيه التجاريه القديمه الكويتيه، إيه معروفين المبادله فيها. يعني يجيبون الدهن ياخذون الشكر، الشكر إيه. عاد يقولون ان بعد ببيتك اتبعتي هالاسلوب، هم حاطه عندك يعني انا إيه نفس الطريقه على نفس الشكله، اي إيه. إيه. بس شافتها براده، مو شافتها معدتكم بس براده من فوق ينزل فيه، فكان عندي ناس يجون وايد، وحتى لما حطينا صورنا البرنامج مال الوطن في سوالف حريم في إيه صادقة، فكان في وايد ناس بدل ما دولكت ما يجيب ما يجيب ما يجيب، فهذا السبيل وايد فادي. الحين هشام بعد ما شاء الله في بيوت يحطون ثلاجة، اي جنب البيت يحطون فيها مثلا إيه؟ الاكل زايد وكذا ويغلفونه، حتى حق الحمام صار يحطون، حق العمال، حق الناس اللي يمرون وكذا. والله العظيم الكويت لها خير يعني، صعب إيه احنا بلد الانسانيه ما شاء الله الحمد لله، يعني لو تشوفين يعني الكويت ومصايبها الحمد لله ما تمر فيها مصيبه الا تروح، صدقتي ما شاء الله الا تروح، يعني على صغر حجمها لكن كبيره، هذه يعني رعايه الرحمن، كبيره بعطائها، كبيره باحسانها، فالله هذا كله له مردود ان نشوف الكويت تطلع من مشاكلها مثل الشعر بالعجينة، إيه من يرد عقب 17 صدقتي غزو من يرد، اي أيوة والله الحمد لله، قولوا لي اي والله، اي والله تخيلين انك انت راح تردين الكويت اول ما صار الغزو. على فكره انا عندي صوره مع سعاد عبد الله، اي فشفتها لما كان الغزو، يوم الغزو كنا في القاهره انا وولدي رايحين، فلما صار الغزو كذي بالصدفه يعني سمعت راديو الفندق وكذي ونركض السفارة سعد عبد الله على كويتيين على 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 على، وطبعا في راديو هالكبرى كان حاط السفير وقاعد نسمع عشان تسمعون الصوت وكذي، فمن ضمن هذا بعدين اول مره بحياتي تريتنا ازمه عبد الكريم قاسم والشباب راحوا، يعني عاد انت كنت موجوده بالقاهره في ذاك الوقت ايام القاهره، اي كنت رايحه خمسة ايام بس، ها بالخمسة ايام كنت اي رايحه، كنت رايحه باثنين، هو الغزو 2/8 30/6 اي نعم 30/7 على ابو خمسة ايام كان في عندي شغل وماخذ معي ولدي، والخمسة ايام صارت صار الغزو 7 اشهر، فاقول لك رحنا السفاره فاسمع الكويتيين اللي بالسفاره كانت مليانه كلهم، صحيح. اعطونا سلاح ودونا الكويت، اعطونا انا هني تجمدت، يعني احنا راح نحارب، احنا راح نصير مثل فلسطين، احنا راح نصير مثل الديار الثانيه، يعني شفت هذه اللي جتني مثل اللوثه، فما تخيلت ان الكويت راح ترجع وراح نصير مثل فلسطين وكذي، فالحمد لله الحمد سبحان الله، هذا مر عبر التاريخ، ربي الله يحفظ ان شاء الله كويتنا يا رب، والله لا يرد هالايام هذه، امين امين امين، لكن تعلمنا منها صراحه، كانت يعني دروس فيها وتعلمنا وشفنا خلينا نقول معدن الكويتيين، شفنا معدن في الغزو سواء كانوا داخل الكويت او خارج الكويت. زين خلينا ناخذك على الهوايات، لحظه شويه بس قبل ان اوكي تعلمنا وصارت دروس، بس هل تعلمنا؟ هل تعلمنا منها؟ ان شاء الله بل صرنا أدى. لا ان شاء الله تبذير تعلم. تبذير إيه يعني التبذير يعني على شنو؟ يعني احنا كانوا اول اللي قعدوا بالكويت، احنا طبعا كانوا كنا بالقاهره والله على خبزه وجبنه يعني طول النهار،
لا فكرنا ان ناكل ولا كذي، المهم طول مخنا في تلفزيون مع الاوضاع اللي بالكويت. بس اللي سمعته ان الكويت اللي هني كانوا يقننون وكان ما ادري شنو كان يطول كان 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 انا كان عمري 16 تقريبا اي الكبر ولدي عبد الله اي خيشه رطحين كنا نقسمها بيت بيت فلان وبيت ام فلان وكذا كل واحد يسوون على العدد يعني حلو فعلا. هل لما ردينا صرنا لا نقنن لا ما صرنا نحافظ صرنا لا زادت بطر زاد يعني شيء مؤلم صراحه. تشوفينه من اي ناحيه الحين هذا التبذير اللي حاصل؟ يعني كل شيء مثل ما قلت لك يعني هادين البيوت ورايحين يسوون استقبالات في اماكن ثانيه كل يوم الثاني مسوي استقبالات كل يوم الثاني ما شاء الله مجهز ومسنن واي جمعه يعني انا شفت وايد ناس اوروبا برا لما يتجمعون على بطل ماي او عصير او بيبسي او كذي. احنا اذا ما ترسنا السياره صحيح. ويبنى 20,000 خادمه معانا هشام اعراسهم هناك اعراسهم بحديقه حديقه البيت ولا حديقه ترى الاعراس اللي نشوفها وكذي ترى ما يسوونها الا عليه القوم اي صحيح ممكن نسويها ترى احنا عليه القوم ما يسوون كثر اللي يسوون اي والله انا اقول لك شيء ذاك اليوم شفت عروسه ماني قايله اسمها الصراحه ما اعرفها يعني كذي شفتها صدفه بالصالون والله العظيم قاعده اقول لها عايش بتسوين بمهرك تقول مهري خلص من كثر ما هي سوت يعني وايد امور حق العرس عشان تطلع بالصوره هوايل شفت شلون يعني تشوفين كذي صح ولا والله انا وزادت قلبي. زادت صراحه انا يعورني قلبي يعني ماكو داعي حق التبذير هذا يعني تذكروا شنو صار فيكم حافظوا النعمه زواله مثل ما يقولون زين ام هشام اللي حوالينك يسمعون منك لما تقولين هالكلام والله المجتمع الجريب منك والله لا ما يسمعون يعني انا بالبيت اتحرمص كذي صراحه خلي يسمعوني عيالي الليتات كلها مشبوبه واذا قمت اطفيها قالوا لي البخيله يا ويلك من ان تبي تاخذينها انا الحين تذكرت عمي اول البيت الليتات الترشيد زين الله من حاجه هدومكم طفوا الليتات برا تدرين شو يسوون يخلونه مثل سنسار يعني وانتي مر اذا مريتي يفتح الضوء يعني هذا كله باوروبا كذي المفروض يفرضون علينا احنا على الماي وعلى الكهرباء تدخلين في ممر يشبلش تطلعين منه يطفي تدخلين ممر ثاني عاد صدقين بقول لك شيء يعني اليوم انت يعني ما شاء الله وقاعد تسولفين وكذي والله انا اليوم طاخه ساكته مستانسه على سوالفك يعني تبارك الرحمن ما ودش ترجعين مره ثانيه حق هالتجربه ولا خلاص التلفزيون التقديم والتلفزيون وكذي الحمد لله اني سالت السؤال هذا حلو عشان اوضح الموضوع لان وايد ناس صراحه يهمني انا شخصيا وايد ناس يسالوني في الموضوع ليش ما رديتي ليش ما رديتي طبعا انا اول العام والعام السنه ما سويتها لان يعني انا ما شفت نفسي فيها يعني حطوا لي برنامج اني انا اكون المقدمه انا اسال لا قلت لهم انا ما ابي انا ابي احد يسالني حطوني في مجموعه انت تحبين موضوع السوالف ان ثلاثه اربعه احد يسالني انما يعني انت عندك معين. تجارب هذا انت عندك تجارب عندك شيء خصوصا لما يكون الشيء موضوع قديم عن الكويت القديمه عن 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 وخصوصا احنا البرامج اللي حطوني فيها رمضان الكويت شنسوي هذه اشياء يعني تجيبوا لي ضيف صغير شو راح يسوي فانا احترق من تجربتك اني انا ودي اجاوب عنه فلما المذيع دائما محايد ودي اسال واجاوب المهم يوم صار السنه الثانيه قلت لهم ترى حدكم انا لازم يعني ابي كذي يعني قالوا لي دخلي معاه الضيف يصير محاوره هو يتكلم انت تتكلمي وكذي انزين داحري يعني تكلمي معاه عادي قلت لهم ما يخالف قال ما يخالف جيت اسال سؤال وهو يتكلم واقاطعه اتحكى معاه وادخل يعني مو معقوله انا اسال السؤال واقاطع الضيف واقاطع الضيف وقاعد اتحجى عنه ما يصير تدرين ايش يبي لك اقول لك ايش يبي لك تجهزين لك فقره وتسولفين فيها سالفه نوبه واحده يعني تقولين عنها انت كل اللي عندك يا عن هالموضوع سوالي الوطن لما انا انسحبت شويه في فتره من الفترات انسحبت من عاد صدقين حاطين مجهزين لنا عن تقديمك خلينا نشوف نذكر الاوادم خلينا نشوفك اهو شوفي ابو عبد العزيز مع ابو سعود وشلون وهل قدر عليه وهل منعه من تجاره النفوتيه الواقع رضخت مكره لان ابيع سهمي في بعته شلون تكونت لك الشخصيه هذه الحبيبه اللي يعني للناس يعني احس انك انت مع الناس وايد يعني بسيطه وجميله
وحلوه. الحمد لله. يعني انا صحيح كلامك لما قلتي كلمه بسيطه، انا اعتبر عنوان شخصيتي هو الوضوح. ابي اعرف النقصه في رمضان، واحنا الحين في رمضان. اي النقصه رمضان ما زالت، ما زالت، ما زالت اللي يقولون للحين يطلعونها ويجيبونها. بس هل الناس الحين محتاجين لها؟ لا مو محتاجين، بس هذه يصير ألفة ومحبة. يعني ثلاث ساعات ونص تقريبا يلا توصلنا السيارة من الكويت إلى فحيحي، ما حد يصدق. فأنت الحين تأكدين الكلام هذا؟ ما كنا وين نزور أحد، الديرة كلها فضاء والشوارع كلها مطبات. طبعا لما تشوفين في أي عائلة الاسم يعني أي اسم متكرر صحيح، فأعرفي الأصل يعني في يده في أصل مو فرع. في الفروع هذه كلها لازم كل واحد يتسابق انه يسوي يسمي ساره. صحيح. فانا خبري لما كنت انا ولدوني كنت اعرف ان في 8 ساره. ما شاء الله تبارك الرحمن، اني انا تحكى بالاناقه، اني انا تحكى على يعني ما شاء الله على سنع حتى تقديمك ومفهوم، والبيت مكان بيتك صح؟ اي بيت. اي تبارك الرحمن. وما اي ضيوف بعد عندك؟ بعد عمري لا يعني يا بني ضيوف يعني قمه. إيه يعني من الشخصيات الكويت المحترمة اللي قدمت واللي خدمت الكويت كلها. إيه؟ بس أنا أقول لك مثل ما قلت لك يعني أني إيه؟ أنا حبيت أني أن يأخذون مني. إيه؟ مو أسأل. إيه؟ أسأل أسكت، بس المفروض أنهم يأخذون مني. فأنا إيه؟ أحب الحوارات. أقول لك على فكرة اللي قلتي أنه لازم لش فقرة وكذي، سووا لي فقرة الوطن. إيه؟ لما اعتذرت عن برنامج سوالف حريم. إيه؟ سووا لي فقرة مع عمار معرفي. إيه؟ انذاعت منها روعة وحبوها الناس وكذي مع سارة. انذاعت 6 حلقات ومع الأسف تسكر الوطن. إيه؟ إيه؟ صح. هذه الأيام الأخيرة. ما متى تطلعين بالسوشيال ميديا يعني تصورين؟ الصراحة هم الحين السوشيال ميديا لأحد مثلا صورت لو بالتليفون لو عادي بتستانس. لا أنا عندي سناب. إيه بس سناب مفتوح. إيه وعندي انستغرام. انستغرام ما قاعد ياخذ وقتك؟ يعني تقريبا أنا مثل ما تقول شبه متقاعدة. إيه؟ مو متقاعدة جداً، بس أولادي عقب ما يعني قعدوا بالمكتب وثبتوا أقدامهم وكذي أنا تركت يعني شوي. إيه؟ شوي تركت. خاصة يمكن تساعدك بسفراتك، تحبين السفر وايد تتصورين هنا. وايد نقطة ضعفي هذه، نقطة ضعفي. وين تحبين تروحين؟ كل مكان، كل مكان يعني غريب. شو اللي يستهويك؟ أي مدن تستهويك؟ شوف أي مدينة فيها شيء غريب تستهويني. إيه؟ إنما مدينة أقعد فيها على كرسي وقهوة. إيه؟ و تحبين شغل الأرياف مثلاً؟ أرياف وأشياء خطرة. المدن القديمة. أنا قعدت شوف خل أقول لك في سفرة في أيسلند. إيه؟ قعدت على فوهة البركان اللي ثار من 10 سنين. إيه؟ تذكرونه اللي غطى أوروبا ما كلها وعطلت. لا ما خفت. إيه؟ ودخلت داخله بعدين. إيه في عندي صورة لها حاولت أجيبها بس ما قدرت ما لقيتها. إيه؟ صورة على فوهة البركان. إيه؟ هذا وبعدين دخلنا داخله. إيه؟ في عندي صورة أطارد الأسود في جنوب أفريقيا. مو أي شيء والله. يعني أي شيء خطر في عندي. كله موثق اللي قعدت يعني تروحين. حلو موجود. في عندي صورة يعني من مدة 2 الحمد لله الحمد لله طايرة في باراشوت. ما شاء الله تبارك الرحمن. في باراشوت وتحتي بحر. تحبين المغامرة بسفراتك؟ أحب الشيء الغريب أي. إيه؟ بلد فيه. في عندي صورة ناكل النمل. والله أنا ودي يعني أستشير أشاور المخرج يعني أنا يعني ودي بإجازة الصراحة ودي أخاوج بالسفرة الجاية الصراحة وناسة مغامرات وأناسة وشيء. إحنا ماخذين شوية مقتطفات حق السفر وياك. خل أشوف أنا وياك والمشاهدين وزميلي طالب. يلا نشوف. سارة دعي بعيد عن المحاماة شخصية محبة للسفر، لها صولاتها وجولاتها حول العالم. تحرص من خلال السوشيال ميديا تشارك متابعينها هذه السفرات. سافرنا معاها النمسا، تايلاند، أمريكا، أستراليا، كوريا الجنوبية والمحيط الهادي. محبة للطبيعة في برها وبحرها وأدغالها بعد. في أحد تعليقاتها تقول سارة دعي: أنا والطبيعة وجهان لعملة واحدة، والجميل لا بل الأجمل وهو المغامرات اللي تحصل في سفراتها وزياراتها للأماكن الغريبة مثل رحلة التماسيح وغيرها. اللي عرف سارة دعي أعرف إش كثر مثقفة، وثقافتها عبارة عن خليط من الثقافات المختلفة للدول اللي زارتها. أم هشام، السفرة الجاية بتكون وين ومتى؟
خوش صور وخوش ألبوم وخوش شيء صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الواحد ودة كذي يكون عنده ثقافة يلمها من الشعوب. الجاية إن شاء الله وين بتكون؟ الجاية إن شاء الله شهر 2 في سيلان. ما تحبين تكررين المكان اللي تروحينه؟ ودي في بعض الأماكن من كثر ما هي حلوة أتمنى أني أرجع لها، بس يعني الظروف ما تساعد. بس أنا دائما الحين عيالي طبعا الحين متى احنا كنا أول أيام أول يعني ستينات وسبعينات واللي قبل الخمسينات نسافر الصيفية سفرة الكويتيين شهرين أو 3 أشهر تروح تقعد في لبنان أو تقعد في سوريا أو تقعد في مصر هذا حدنا يعني ونقعد طول الصيف ونرجع. بعدين تطور الموضوع عقب حرب لبنان عقب حرب لبنان الكويتيين هجوا الخليجيين هجوا كما يطلعون برا يطلعوا تونس المغرب وما أدري من الكلام هذا. وبعدين صارت السفرات مع جروبات بعدين السفرات صارت على أسبوع بعدين الحين صارت على 5 أيام وترجعين وكذي. فالحين السفرة أي فرصة سافر وأقول حق عيالي أقول لهم يعني الحين إذا عندكم فرصة تسافرون وتشوفون روحوا وأنصح كل واحد لأنه مو حلو بعدين لما تقول والله ما يخالف أنا بعدين أجل السفر لحد ما أرتب نفسي وأرتب وضعي وأرتب عيالي ورا لا والله بعدين كل فرصة وسافر فيها لا بعدين شو يصير إنك تسافر وتقعد على كرسي صدقتي يكبر الواحد مو بنشاط فطول ما هو يقدر أنا ما أقول إنه يخلي عياله ويهج وكذي إذا يقدر وعنده فرصة إنه يسافر لا يخلي يسافر لأني أنا أعتبر السفر جميل. تغيير الجو والصراحة جامعة والله التعلم فيها كل شيء حياة الشعوب تجربة الصراحة للأمانة أنا بقيت لو كملة شوية كان راح أبكي يعني من زمان مسافرة يعطيك العافية ووجودك أكيد أثرانا وتجربتك جدا يعني جميلة ورائعة وإن شاء الله سفرة تكون أيضا ملهمة حقك واستأنسنا فيك أكيد تشرفنا بوجودك اليوم سلم عمرك أنت من يعني امرأة كويتية الكل يتشرف فيك أنت مثال المرأة الكويتية اللي ثابرت واجتهدت ودخلت كل المجالات بقوة وأبدعت وتميزت كل التوفيق لك عسى الله يوفقك يا رب وفي حياتك القادمة وأنت ما شاء الله الحين عندك العيال وعيال العيال الله يحفظهم ان شاء الله اسوه جميله جدا ويعطيك العافيه قواتها الله يسلمك شكرا لك اكيد واحنا والمشاهدين راح ننتقل لتقرير خاص بفقره بالصميم وان شاء الله نرجع نستكمل عسيف هذا البرنامج برعايه مستشفى